شوي 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 عنيد راسك يابس، قلنا لك اني ابنك ويلشير ما تسمعين الحكي. ما فيني الا العافيه، انا بمشي على ريولي، ما احب الكسل تدرين فيني. ومعي حسين وينه؟ حسين بالدوام، كان خاطري بس ما صار. اسمع ايش دام اختك تبينا كلنا نستقبلها؟ على زمنك؟ اختك شوي ما قاعد تبي الناس يشوفونا بالمون حولها، اسمها شخصيه مهمه حضرتها. والله شوف ما فيها شيء، الريال راح. شوف بس ركبتها قاعد تمشي. لا اسمعنا نطبع خلينا نجيب السيارة عند الباب. ايه مزيد تكفى شوفها بذمتك هذا مسوي حادث؟ اشوف ما في احد فيكم قال لي شيء. تبينا نقول بعد؟ قول الحمد لله على سلامتك يا اختي، ان شاء الله فينا ولا فيك، كلمة تسر الخاطر. عاد صدقي البيت ظلمة بدونك اختي. ظلمة طل بعينك انت وياه، هذا اذا حريمكم والحين مو مركبين كشافات بالبيت ليش اني ماني موجوده؟ مو بعيده بعد حاطيني زينه العرس الحين، علموني بحريمكم انت وياه. لا تحرين عمرك، ما عليك من مخي ولا قادر مو قادر. ماشي يا شيب، حتى رقبتها هذه ترى عن العين حاطتها. اسمعي هذه انا عارفها، انت بتصور سنابات الدكور عشان ما تشوفين شر اوفر، كنت اسويها انا عشان حبيبتي. سوي كذا انت؟ اي امشي انت بعد. فاضي لك انا. أشوف مبخرة وهذيك تعطر، مستانسين بطلعت هتلر ها؟ ولا تبين الصج مكانها مبين؟ لا حشة والله، لو وجودها كان طاقة سلبية الحين في نفس في طاقة إيجابية. سكتوا على وصوله ما سكتوا. تكبس حياكم شرها علي. احد يقط نون كذي. فرحانه بيجتك، فرحانه شرها علي والله. قطي عدل طلعتي راسي بروحانة مكسره محروله عمت عين. بسم الله عليك دورتي بيتك مكانك بعد قلبي. تدري شو سويت لك؟ مسخن يستاهل ريجك الحلو، وانا سويت لك شوربه البروكلي اللي تحبينها. وانتي؟ انا ايش دراني قلت لي بيطلع من الطبيب ما له خلق ياكل شيء. والله عاد انا غير، انا شهيتي مفتوحه اطلع عكس الناس. انا وبيك الحين تقومين تسوي لي مموش ربيان طري. انا سويت مموش ربيان طري وبدون احد ما يساعدك. يلا قومي. طري ها الظاهر تعبتي من أكل المستشفى. إي والله الله يزيد النعمة، أكلهم ما أصخ ما في طعم. أي الآن بعد أقوم أسوي لك تقص الصبار اللي تحبينه. يلا زين. يلا معاي. يلا إن شاء الله حالتي. إن شاء الله. هو كذي مستانس. لا بالشكل. ها أخواني صار شيء بالبيت بغيابي؟ والله خيتي شو أقول لك؟ الأمور كلها تمام ماشية مثل الساعة، بس أنت أهم شيء لا تستغلين. كذاب. لا نور شفيك؟ شفيني بعد؟ ما فيني شيء، كل اللي حاملين الآنسة جاية وناطرة الجاريات يحطوا لها الغداء. تشفيك ما تبين هاليوم يعدي على خير؟ امشي ننزل خلنا بس نجهز السفرة. تدري شو المشكلة؟ شنو؟ إن كان عندي آخر أمل إنها تختفي من هالوجود وراح الأمل. تدري لو أنا مسوي الحادث أقسم لك بالله ما راح يكون فيني شيء صاحي. أنا أقول سكتي بس لحد يسمعني. يلا خلنا ننزل بسرعة. يلا ما لحط سم بأكلك وتموتين وأفتك. واي بموت منها، ولا كنها توها طالعة من المستشفى، صوتها شايل الدنيا شايل البيت يتلعلع.
أنا قلت لكم هذه لو يطيح فوقها نساف ما يصير فيها شيء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله العظيم إشكالكم في الفيلم، أنا أقول سكتوا ولا تنزل الحين وتسوي لنا عرس. بس بنات إحنا لازم نتصرف، لا تموتنا وتعيش حياتها كذي. تعرفون شو المشكلة؟ خالتي بظهرها بصفها واقفة معاها في كل شيء، لو تنصف واحدة فينا واحدة هذه تحترمها أكثر منا. ها خلصتوا؟ عمري لو طار المليون، أنا قلت توني قاعد أقول أحبك أموت عليك. أنتي أنا ما أبي أسمع صوتك، لا تحكين مولية. خلصتوا؟ بلا زعب كل شيء خالتي. إي لأن شموري وعانة وتبي تتغدى. الحين خالتي. إن شاء الله. مصيبة تصيبها. لو طاري مليون؟ لو سمعتكم الحين. شنو يعني خدت اسمع؟ باش بخاف منها أنا؟ بس خلاص يلا يا بنات. اللي ناقص بعد. هذا حق المرقة. انتي قسلي هذا، مالي خلق اغسل اظافري. برافو عليك. يلا حبيبتي شوي الحمد لله على سلامتك. على راحتك. هلا بزوري والله. هلا بطش ورش. هلا شوي ظهري يقولي اصبر لا تشيرني وايد انا بصب بشي. تعال. بسم الله عليك الرحمن، ايوه هلا بالجمال كله. الحين تشبلك وحي منك ما بشوف رقعت وجهك. يلا منك يلا. دعوه الف حمد لله على سلامتك. لا اشوف وجهك نور. الحمد لله وجهك مثل ما هو جمالك، بس الحمد لله ما اخترب. انشبلك وحي دلفي مريلك منك. يلا انت الثانيه ما بشوف رقعت وجهك. يلا انشبلك حور. نعم انت المؤدبه العاجل الحلوه لجبيلي. واحنا شنو نجيعك رقيلات الادب؟ حطي لي فخذ يا ام عيون فتانه يا حلوه. ان شاء الله. عمتي لما ترد البيت يرد يعيش ويصير فيه روح. هما ما كانوا مستانسين برجعتها، بس أنا كنت طايرة من الفرحة لأني أحبها.